وعلى هذا الصعيد كرر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي كرر التزام بلاده السعي إلى حل دبلوماسي في لبنان يمكن المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين من العودة الآمنة إلى ديارهم على جانبي الحدود. بينما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن بلاده ستواصل التحرك بحزم ضد حزب الله اللبناني. وأكد كاتس التزام إسرائيل باستعادة الأمن وتمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم بأمان. كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن أي تسوية في لبنان ستكون نتيجة النصر الذي حققته إسرائيل، مشددا على ضرورة التأكد من عدم تمكن حزب الله من العودة مجددا. ونوه كاتس بالضربات التي يوجهها الجيش الإسرائيلي لحزب الله مؤكدا أنها تأتي بنتيجة مذهلة على حد قوله. إلى ذلك قال إن هناك احتمالا بأن ترغب حماس في التوصل أيضا إلى اتفاق مع إسرائيل. إلى ذلك قال المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي أنه ما زال يجري التحقيقات حول التسجيل الذي نشرته حماس والذي يتضمن مقتل أحد الرهائن في غزة، مؤكدا أنه لا يستطيع الآن تأكيد المعلومات أو نفيها. تودا